رأيي هي الفقرة الرابعة، وفيها غادي نعطيك سي فخر الدين مجموعة من الأفكار وانت قولي واش معها ولا ضدها. مع أو ضد من يقول أن نقطة قوة سي وليد الركراكي هي ذكاؤه في استغلال العامل النفسي والجانب العاطفي. لا، شو ملي كيكون عندك لكومينيكاسيون وقريب اللعابة وكتعرف تحاور، نسبة النجاح تكون عندك كثيرة. عكس تجاهل اللاعبين وقرارات ديالك كتكون شوية ما كتكون صائبة، والاختيارات ديالك حتى ذاك المشكلة اللي تيكون عندك مع بعض اللاعبين، حيت المجموعة إلا ما حافظتيش عليها اللي صعيبة شنو هو؟ ماشي 11 اللي كتدخل، 11 اللي كتدخل هي با بروبليم، هذيك راه داخلة تلعب مورالمون مزيانين، خصك تعرف تجيري هذوك اللي ما غيلعبوش واللي ما غيلبسوش القميص، واللي خصك تبقى دائما موجدو باش إلا احتاجيتيه تلقاه موجود. وهذه القوة الضاربة ديال عدد كبير من المدربين اللي كينجح. واضحة. مع أو ضد من يقول أن الفريق المصري، المنتخب المصري، يحتاج لمدرب محلي لأنه هو الوحيد اللي كيستطع اللعب على نقطة قوة المصريين واللي هي الروح. يمكن الناس عندهم شحاتة راه حقق معهم ألقاب، ولكن عاوتاني المدربين الأجانب ما عمرش واحد والمرور دير شحاتة، عاوتاني جا في واحد الوقت اللي كانوا نجوم. لا، الزمالك والأهلي وبعض الفرق الأخرى كانوا كيتوفروا على لاعبين في المستوى الكبير، وهي اللي ساعدت شحاتة ومشاو 3 سنين وما كيديو. فأنا كنقول دابا حاليا حتى المحلي إلا جا راه غيتعذب دابا في عدم تواجد واحد نخبة من اللاعبين كيف كان قبل، غادي تلقى شوية ديال المشاكل. إذا أنت ضد؟ ماشي ضد، نسبية ما عندك دابا حاليا. مع أو ضد من يقول أن المواطن المغربي استفادته محدودة من الدعم على السكن؟ خرجت لك على كورة. سمعتي بالدعم على السكن اللي درته حكومة أخنوش؟ كنسمعه وأنا ما خديتوش، ما عرفتش كل ما تلاقيش الشمال اللي خداه. خداوه الناس اللي بغاو يشروا ديور. شوف إلا كان شي واحد في الدراري هنايا. ما عرفتش واش خداوه ولا لا. يعني سمعتي اشرح لنا. أنا سمعت ولكن ما عرفتش. كاين فيه واحد المشكل هذا. شنو المشكل فيه؟ المشكل أن باش تستافد منه كاين حويجات كثيرة، يعني صعيب، هذه أول حاجة. ثاني حاجة خصك تصريح ضريبي. عمر شي واحد عيطت لك قال لك أجرة كتسالينا 40 مليون. لا. ما يتعلقش اللي كتقولي ديال الدولة. هذا وين؟ لا. وما يقدروا يغدوا يعيطوا كتسالوك. ما عندهم يسالوني. وا كنقول لك أنايا. عندهم يسالوني. إيش بغيتي الفلوس؟ مين بغيتي الفلوس؟ أنا تعودت خصني أنا. مولف لا بزاف خصك كلشي فاكتورات. كلشي الضوء الماء كتمشي أنت خصك تأدي. تعطل غا واحد 10 أيام مشيتي. فعلا. وهادشي اللي تعودت عليه أنا. ورا بصح. عمرك غادي شي نهار عيطي شي واحد قال لي اجي عندك شي حاجه راهي كان اصلا التليفون ما عمرو كيتهز باش يقول لك شي حاجه خبر زوين. عطاو لك كيعيطوا لك باش ياخذوا. هادشي اللي كاين. انت دابا مشيتي معايا في الخط. سي فخر الدين اخر سؤال. مع او ضد وضع قوانين زجريه ضد العنف الرقمي والتنمر؟ لا، هذا من الناس اللي الحمد لله تنقولها دائما. انا ما عنديش واتساب، ما عنديش الفيسبوك انستغرام والو. لا، انستغرام بديل، ولكن ماشي انا كاع اللي سميتو. انا عطي لواحد السي زعما على اساسي يحرك معنا في الراديو وداك الشيء، ولكن تقدر من غدا ولا بعد غدا تلقاي ما يكون عندي حتى شي حاجه. انا حتى الفيسبوك ما عنديش، ما كندخلش ليه. ما كتدخلش الفيسبوك من دافع الفضول؟ لا والو، ما كندخلش. وانستغرام حتى والو؟ والو والو. غتقولي هذا السيد اللي معايا من عصر الهجري. لا لا، هذا اختيارات لا ماشي كوا، كان اختيارات وهم الحمد لله. ايوا انت راك كتبارطاج كيقولوا لك بارطاجي. انا ما كنبارطاجي، انا ما كندخلش لهذا الشيء. بارطاجي معك في الشارع اللي تلاقيتي معايا وسلمتي عليا راه ديجا بارطاج. انا هذا الشيء ما كنبغيش، وزيدون خلق مشكل كبير. كاين اللي يديروا في الصالح مزيان، وكاين اللي واخذوا على اساس خلق به مشكل. حيت الناس دابا عدد كبير، دابا الناس ولاو كيتشكاو فعلا، باغيين يوصلوا على ان هذا الشيء يولي فيه واحد كي قلتي انت واحد القانون يعني زجري اللي اي واحد غلط يدي. حتى دابا المشكله انت كتهضري، واحد قال ما بيه ما عليه، واحد كيدي وبدي عارف فعلا انسان اخر ولي عارف واحد. راه هذا هو المشكل. انا ما كنسمع واللاعبين كره القدم حتى هما كيتعرضوا لسميتو اسوء انواع الشتم والتنمر، واحيانا الاسره حتى الاسره تمشي حتى
تيمثال والله ديما خلق الله ديما خلق حيت هادشي خصو يتقنن. انا كذا كاين بعض الدول دابا اللي مشيت لها ما كاينش فيها الواتساب، كوريا واقيلا ولا جو سي با، كوريا الشماليه طبيعه العلم ديال هذوك راه تيجلس في الدار عاود يجلس يدير كاسكروت كيقدر يصيب لك طوموبيله سير بلاص، يصيب تليفون، يصيب شي حاجه، وما عندهمش هاد تا هما دايرين. لا حنا يمكن ما مستغلينوش في الاتجاه، ما كنلومش كلشي، كاينين الناس اللي باغينو باغي يتحاور مع الوالدين ديالو، باغي يتحاور مع الزوجه ديالو هو بعيد، راه كاين وحدين اخرين اللي ما واخدينوش بهذه الطريقه هذه فعلا، واخدينو على اساس سلاح. ف اللهم من احسن تبقى ترونكيل مع راسك، عيش في داكشي اللي كتعيش في الشارع مع الناس اللي كتلاقى معاهم، كتقول واقيلا راه هذوما الناس اللي كاينين ديما هما اللي سلموا عليك. والله سعدتك، انا حسيتك في هذه اللحظه على هذا الاختيار. انا اختيار مش صعيب، ولكن الحمد لله انا بالنسبه لي اختي غادي في هذا الاتجاه، وان شاء الله مازال اي حاجه اللي هي غادي تخلق لي مشكل نحيدها.